السلام عليكم عمك تمشي مع الفيديو عشان صراحة أول مرة في حياتك جاي بدأ فيديو أو إنك تشترك في القناة نص إلى 300 مشترك وتضغط لايك نص إلى أكبر عدد من النقاط يا ريتك لو أنت بتشوف الفيديو وأنت تشترك عشان اليومين دول مش في دعم خالص. ويلا نبدأ الفيديو. بدينا الفيديو بأول مشهد في كوباية بنحط فيها مية سخنة عاملة زي شاحن التليفون. بص بتاعي أخضر فأخضر 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 واو. دي بقى برسم شكل على البتاع على اللوحة برسم راجل ده اللي ورا بطبقها واو. تشوف الناحية التانية تلاقيها بنت الناحية التانية ولد. دي بتاع صدية أو شينة رش عليها مادة بتشيل الصدى وكل حاجة بعد كده رسلها. بص بتشيل الصدى كله بص أكيد لسه يجري. دي بتوع الصين بيعملوا ايه من 10 وانت نازل مثلا بقى 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زي كده بس هم بقى نازلين وعم يعملوا صفر وان عملوا ألف في الآخر. بص عم يعملوا بسرعة اتعودوا بقى وبدالهم شهر في التدريب عشان ايه يتدربوا على الحياة دي وبدالهم كتير. دي بيلعب بألعاب نارية في الشارع. شوف مثلا الحكومة مسكت الواد ده مسكت نقطة على طول عشان بيلعب بألعاب نارية في الشارع. ممنوع تلعب بألعاب نارية في الشارع. دي بتحط فلوس في الحصادة بطريقة عاملة زي يابا منديل وتعملوا براها عشان ايه مش هتحط واحد 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 بعد كل مرة واحد. دي بتحط كورة في بتاع فوق تنزل بالتدريج. دي بالصف دي دي في دي دي في دي دي في دي تنزل عامل دي بيل اسمه بيل. دي طباخ شوف بيعمل شكل على السمك ازاي واو عامل شكل على السمك ازاي. دي تنين بتاع الصين كان وسخ طبعا نمر عاملين. دي كان عشق في الكوباية سبحان الله بيكبر ازاي في الكوباية واو بيكبر ازاي. دي بتاع التنس فعلا لفت من هنا وكده يا حاج. بص دي احتراف بقى التنس بقى الاحترافات دي بس انا مش فاضي. دي واحد خليه يقف على الماية ازاي واو خليه يقف ازاي. دي طيارات بتعمل اشكال في السماء بتعمل دايرة اشكال دايرة واو بتعمل دايرة. شوف بقى مثلا ايه ده طيارتين خبطوا في بعض. شوف بقى ممكن ايه اللي يحصل لو طيارتين مثلا خبطوا في بعض مرة واحدة. دي برسم اللوحة برسم الكتروني من مثلا اللوحة اي رسمة كده دي اللوحة بالقلم من اولها بتاعها. دي برسم قلب بالاضاءة بتاعت التليفون ازاي دي برسمها ازاي دي الاضاءة. دي آلة الزراعة دي بتعمل ايه بتروح ولع في الارض عشان الارض دي بتكون ساقعة وكده لا لازم تكون في انواع من الزرع يكون عايز حرارة وكده يكون عايز حرارة وبتاع من ده. بص عمال يبقى على الأرض جدين حمم عامل زي حمم بركانية عامل ازاي عمال يبقى على الأرض كلها. دي بيلعب بالحديدة عمال يفهم الحاجة بيلعب هذا ازاي عمال يبص ورايح واللي جاي عمال يلعب فيه بصر عن خبر بتاع خبطة وش ويلة. دي سلسلة الأبعاد بيرسمها سلسلة الأبعاد عمال كده بص زي الحقيقة بالظبط برسمها كده زي حبيبي بالظبط واو واو. شعر عامل ازاي يا جدعان ينفع كده مش ينفع كده يا جدعان. ودي زي الحبيبي بالظبط. دي حط بتاع فوق الناس عاملين ايه دي مادة بيضة عاملة زي اللبن بالظبط. بينزل ازاي المادة المادة بتنزل ازاي واو عامل شكل مرة روعة. شوف الشكل عامل ازاي واو شكل مرة روعة واو. عمال يعمل في ورق الشجر خلاها تطير ازاي مش عارف واو طارت فين عايزين بقى ايه مش جايبين انها طارت راحت حتة ولا راحت اي حتة واو. دي مية بتغلي جوه البتاع مية بتغلي واو عاملة ازاي عم كل ما يلف بتغلي. دي ايد كف ايد عاملها ازاي دي عاملة دي عاملة ازاي واو. دي بيعمل بقى شكل طباعة دي الطباعة بتاعت الملابس دي الطباعة بتاعت الملابس واو. بص عمال يعمل ملابس ازاي دي بقى بيكون بقى الملابس بقى اللي بمقشرة كده كده بتضرب اللغة دي. دي بتعمل بتاع دي اسمه ايه بتشيل كرس من هنا بتحطها هنا كرس من هنا بتحطها من هنا. دي الكرس الصال بنشيل. دي مانجا واو مانجا عامل ازاي انا عايز حبات مانجا زي دي ولا حبيتين. شوف بقى ممكن يعملوا ايه الحبيتين دول واو وعلى عندنا حباية
اسمه كان عايزين ناكل، في مقاطع زي في القناة يعني انت مثلا عايز تاكل ايه، اسمك انك انت تسمع مقاطع زي ديت هتجوع وكده تكون عايز تاكل. دي برضه اهو بتاع ايه اللي بيعمل فيه، عامل الجن ايوه، دي نوع من الاكل، ممكن تلاقي نوع دي نوع من الاكل، ممكن تلاقي نوع من الاكل النوع ده. بص عمال يورينا اهو، واو 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 بتاع. وكل خصوص بتنسى الاشتراك في الأسئلة، لو مشترك واضغط لايك في الأسئلة. أمر عندها القناة، تحياتي من الله، السلام عليكم.